مشاهدي من شباب أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حديث المساء. قالت منظمة هيومانيتي ووتش في آخر تقرير لها صدر اليوم إن الحوثيين يحتجزون العشرات من المعارضين بشكل تعسفي في صنعاء، وأكدت أن السلطات الحوثية اعتقلت تعسفيا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص في العاصمة اليمنية، وأنها وثقت الاحتجاز التعسفي أو المسيء لعدد من المختطفين على يد الحوثيين. وأوضح نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة جوستورك أن هذه الاعتقالات أدت إلى خوف ملموس في العاصمة، إلا أن منظمات هيومن رايتس ووتش تجاهلت تقارير صادرة عن منظمات محلية تتحدث عن وجود المئات من المحتجزين في صفوف الجماعة المسلحة وفي مقدمتهم صحفيين، وعادت نشرها من جديد. وتعد قضية المختطفين من أبرز العراقيل التي تستخدمها ميليشيات الانقلاب لعرقلة المشاورات والمحادثات، وترفض الإفراج عن المختطفين رغم مطالبة مجلس الأمن بالإفراج عنهم. ويشكل رفض الانقلابيين للإفراج عن المختطفين مؤشرا عن مماطلة الانقلابيين ورفضهم للمحادثات والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما يؤكد رفضهم الإفراج عن المختطفين ورفض إجراء المحادثات في موعدها الذي كان مقررا بعد 4 أيام. لماذا يرفض الانقلابيون الإفراج عن المختطفين، وكيف وضع المختطفين داخل السجون والمعتقلات الحوثية، وما أثر رفض الإفراج عن المختطفين على مسار السلام والمحادثات، وما هو دور الأمم المتحدة في حماية المختطفين والإفراج عنهم وإيقاف الاختطافات التعسفية التي يمارسها الانقلابيين بحق المواطنين اليمنيين، ولماذا لا يقوم مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عملية تطبيقا للقرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع، والذي طلب بالإفراج الفوري عن المختطفين في سجون الانقلابيين، وما أسباب تجاهل الأمم المتحدة وصمتها عن قضية المختطفين مع العلم أن قرارات مجلس الأمن طالبت بذلك، أم أن الأمم المتحدة تستخدم قضية المختطفين ضمن الأوراق التفاوضية السياسية وتخضعها للمساومات السياسية، وما تأثير هذا التعامل على سمعة الأمم المتحدة، وكيف يمكنها دعم التوصل إلى حل سياسي وتطبيق القرار في ظل عدم قدرتها الضغط على الانقلابيين للإفراج عن المختطفين وإنهاء معاناتهم، وكيف ستتعامل الأمم المتحدة مع رفض الانقلابيين جراء إجراء المحادثات في موعدها الذي كان مقررا في 14 من الشهر الجاري، وأدى ذلك إلى تأجيل المحادثات. نناقش كل هذه الاستفسارات مع المحلل السياسي اليمني عادل المسني، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد. في البدايه اسمحوا لي ان ارحب بضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ عادل المسني، وهو باحث في العلاقات الدوليه، كما ارحب ايضا عبر الهاتف بالمحلل السياسي عبد الله اسماعيل. وابدا مع ضيفي من داخل الاستوديو الاستاذ عادل. استاذ عادل، كيف ترى تعامل الامم المتحده مع رفض الانقلابيين الافراج عن المعتقلين السياسيين؟ الإفراج عن المعتقلين هو كان من ضمن القرار الأممي 2216 الذي نص صراحة بإطلاق المحتجزين، وأيضا كان في المفاوضات الأخيرة من ضمن بواعث إعادة الثقة كان أيضا الإفراج عن
المحتجزين حتى يعطي فعلا إشارات تطمينة لمزيد من السير في العملية السياسية. وبالتالي في كانت هذه الفترة أيضا التي تسبق المفاوضات القادمة هي فترة بناء ثقة، وفشلت أعتقد الأمم المتحدة، وهذا فشل ذريع ينذر عن عجز تام للأمم المتحدة في الضغط أي قناع أو الضغط على الانقلابيين بتنفيذ محتوى القرار أو على الأقل بناء الثقة. وبالتالي يسقط الآن مبدأ بناء الثقة، وهذا يعطي مؤشر خطير لأن للمفاوضات القادمة والتي إلى الآن لم يعلن عن موعدها، ويبدو أنها ستؤجل لأن أيضا بناء الثقة لم يتحقق، وهو الذي ينص على أيضا الإفراج عن المعتقلين، وهو يلقي أيضا باللائمة على الأمم المتحدة على اعتبار أن الأمم المتحدة هي المعولة بالضغط على الانقلابيين بتنفيذ محتوى القرار. وبالتالي هنا صورة الأمم المتحدة تهتز ليس فقط في اليمن ولكن أيضا في المنطقة بشكل عام، إذ تعجز تمام العجز أمام ميليشيات انقلابية تمارس الإرهاب على أوسع نطاق على الشعب اليمني، وتفشل أيضا في إجبارهم بما ألزموا أنفسهم به وهو إطلاق المحتجزين. نعم، إذا دعني أذهب إلى المحلل عبد الله إسماعيل. عبد الله مساء الخير. نعم عبد الله، أعتقد الحوثيون أو وفد الانقلابيين التزم في جنيف بأنه سيمهد للمحادثات الجديدة بالإفراج عن المعتقلين، لكن نجد أنهم يعتقلون معارضين جدد، ناشطين جدد، صحفيين جدد، كيف تفسر هذا السلوك من قبل جماعة الحوثيين؟ يعني لابد أولا أن نلفت النظر إلى أمر مهم تبين وتأكدت الجميع وبما فيهم الأمم المتحدة، مبعوثها العام، المراقبين بمشاورات بييل الأخيرة، أن الحوثيين لا يماطلون من أجل المماطلة، ولكن هم حولوا قضية المعتقلين السياسيين والقضايا الإنسانية الأخرى كالحصار والممرات الآمنة والإغاثة إلى قضايا سياسية، أوراق لعب سياسية حقيرة يريدون أن يضغطوا بها على الحكومة الشرعية. كان الأمر واضحا عندما تحدث الناس عن المختطفين، قالوا بالحرف الواحد أنه هؤلاء أسرى حرب ولم يتم إطلاقهم إلا في إطار يعني اتفاق سياسي. وهذا طبعا كان مفاجئا حتى للمراقبين وحتى للمبعوث الأممي، أن يتحول هذه القضايا الإنسانية التي كان من المفترض أن تكون هي المكون الأول للمشاورات، مكون إجراءات بناء ثقة، تتحول إلى أوراق يعني ابتزاز سياسي. حتى أنه قال أحدهم إذا أطلقنا الأسرى وفك حصار نعج فما نبقى بأيدينا، وأعتقد أن هذا الأمر هو تشبث به أكثر في لحظات حقيقية من الهزيمة، لأنهم يفتقدون إلى الأوراق على الأرض، هم يخسرون كل يوم مساحات من الأرض، هم الآن لا يسيطرون على أكثر من 15% من الأراضي اليمنية، ويبدو إن شاء الله أن الأمور تتجه لغير صالحهم، وبالتالي هم يحاولون أن يحولوا هذه الأوراق الإنسانية إلى أوراق ابتزاز، يحاولون أن يصلوا بها إلى اتفاق سياسي. نعم كذلك. هذا أمر مهم. الأمر الآخر أن الالتزام الذي أعلن عنه الأمين العام المبعوث الأممي، كان سميتها في ذلك الوقت أنها إعلان لمحاولة تجميل الفشل لمفاوضات جنيف الأخيرة أو سويسرا الأخيرة. الحوثيون لم يلتزموا ولم يتفقوا مع الجانب الحكومي على هذا الأمر، وإنما التزموا للمبعوث الأممي، وبالتالي الأمم المتحدة هي المعنية الآن بإلزام الحوثيين على هذه الإجراءات، إجراءات بناء الثقة، وهي وعلى رأسها إطلاق المختطفين السياسيين. نعم. هم قالوا أنهم سيعودون إلى اليمن وأنهم سيطلقون على الأقل، هم كان هنالك مطالبة أن يكون إطلاق لجميع المعتقلين، هم طالبوا بعدد معين، حتى أنهم رفضوا في المشاورات أن يعلنوا عن أماكن وجودهم أو حتى عن حالتهم الصحية. نعم عبد الله ما زلت قريب. نحن الآن محمد. نعم أنت قريب من المحادثات التي جرت في جنيف. الآن هناك زيارة لولد الشيخ إلى العاصمة صنعاء، سيلتقي فيها لا شك بالإنقلابيين سواء علي عبد الله صالح أو جماعة الحوثي، برأيك ماذا سيناقش معهم؟ والله يا أخي
يعني يبدو انهم يصاحبون مهمتهم كثيرا. ويذهب وهو قد اعلن في بييل في المؤتمر الصحفي انهم التزموا بفك الحصار وايصال المساعدات الى تعز، وهذا لم يحصل. انهم سيطلقون المخططين، وهذا او على الاقل يدل على اماكنهم ويسمحوا بزياره اهاليهم، وهذا لم يحصل. انهم سيسمحوا بوصول الاغاثه، وهذا لم يحصل. ايضا هو يواجه الان ان هنالك خطاب من المخلوع بانه لن يذهب الى المشاورات. اذا ماذا سيذهب للعمل في الداخل اليمني؟ انا في تصوري، وانا قلت هذا كثيرا، يبدو ان المبعوث الاممي يضع نفسه في ورطه، لانه يستجيب دائما لتوجهات الحوثيين وصالح، وليس لديه شفافيه في ان يعلن الامور بوضوح. الامر واضح جدا، القضيه ان هنالك قرار اممي 22/16، والمبعوث الاممي هو معني من الدول، من الامم المتحده وبالتالي من المجتمع الدولي بتطبيق هذا القرار، ويبدو انه عاجز على ان يتعامل مع هؤلاء، وايضا عاجز على ان يعلن بوضوح ان هؤلاء يعرقلون تنفيذ القرار اممي 22/16. نعم، يجب على الامم المتحده ان تنتقل للخطوه القادمه من تنفيذ القرار وارغام الانقلابيين على تنفيذه. نعم، عبد الله ابقى معي واعود الى ضيفي عادل المسني. عادل، نلاحظ ان كلما اليمنيون تفاءلوا كثيرا وامالهم ازدادت نحو الاستقرار والدوله والحياه المدنيه وان يعودوا الى اعمالهم وان تعود الحياه كما كانت في اليمن، نلاحظ ان علي عبد الله صالح يعني في الخطاب الاخير يقول انه سيستمر بالقتال، وانه حتى ان لم يكن لديه سلاح سيطاعن في بالجنابي وبالخناجر. يعني خطاب يعني جعل الناس يتشائمون كثيرا، ما الذي يريد هذا الرجل؟ بالعكس يا سيدي، تشنج الخطاب يعكس ويوحي بان المعركه اوشكت على النهايه. نعم. وان الحس بدا يقترب تماما، وان طبول الحرب بدات تقرع في صنعاء، وبالتالي القلق الداهم والروع الكبير الذي يلقي في جوف صالح يعبر عنه بهذا الخطاب التوجس الكبير، بينما تلمس عبد الرب منصور يمارس اعمال دوله، يمارس رئيس دور رئيس الجمهوريه بشكل ايجابي كبير، يزور المطار وايضا يعقد لقاء مع الحكومة ومع كافة الوزراء، وبالتالي هناك طمأنينة كاملة، هناك ممارسات فعلية على الأرض، وهناك أيضا تشنج، خطاب تشنجي كبير يعكس مدى الروع الذي ألقي في جوف صالح نتيجة المشهد التحول الكبير، نتيجة لتقدم المقاومة بشكل كبير وأيضا قوة التحالف، فهي الآن على مقربة من بني حجاج، وبالتالي المسألة مسألة أيام، وربما هناك تداعيات هذه الانتصارات ستؤدي إلى سقوط النظام من تحت صالح، والبساط يسحب البساط من تحت صالح والانقلابين، وهذا ما يشهده ايضا في الانقسام الكبير بين الحوثي وصالح، وهذا يبدو في اكثر من صعيد، وبالتالي هناك انقسامات على المستوى الداخلي، هناك تراشقات بالتوام هناك، وهذا ايضا نتيجه لهذا الضغط النفسي الكبير الذي تحدثه التحولات في المشهد العسكري الكبير. انت الان تتكلم عن معركه في قلب صنعاء، انت الان تتكلم معركه وهي الآن تقترب من صعداء، وهناك تدافع الجيوش بمعنويات عالية، غير أن ما يؤخر هذا الحس فقط أنها تسير وفق خطط استراتيجية ووفق إملاءات لقوات التحالف وفق رؤى واستراتيجيات هي تريدها أن تسير في ضمن جدولة زمنية معينة، لكن هناك معنويات كبيرة جدا للمقاومة، للمشايخ، للقبائل، وخاصة وهي تلمس ثمار الانتصارات، وهي تلمس أن حركتها الآن أوشكت أن تقطف ثمارها وهي على مقربة من صنعاء. يعكس هذا مدى الخوف والروع والهلع الكبير الذي يعكسه ايضا. نعم. خطابة صالح التي يدرك ان ساعه عقارب الساعه قد سارت وان الامور. نعم. لن هناك تسريبات تقول بان علي عبد الله صالح طلب للمره الرابعه بان يخرج هو وافراد ما تبقى من افراد عائلته باموالهم من اليمن، وكذلك ان يحفظ لهم عقاراتهم سواء في داخل اليمن وخارجها. كذلك هناك خيار آخر يعني أمام علي عبد الله صالح، أن المواجهة وهذا ما تعد له قوات التحالف مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هي اقتحام العاصمة صنعاء أو إسقاط العاصمة صنعاء بدون مواجهة. أي الخيارين تراه قد يتحقق؟
اعتقد ان الـ 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 الان المشهد يسير باتجاه المشهد عسكري، وهو الان يسير بوتيره كبيره جدا نحو ايضا تحرير صنعاء، وايضا مشهد سياسي وهو التي تسير ايضا بقوة التحالف والحكومه مع ايضا الجهود الدوليه، ايضا نتيجه لهذا النجاح الكبير والانتصارات الكبيره العسكريه ايضا ربما سيلقي بظلاله ايضا على انتصارات سياسيه. وامام صالح اعتقد انه اما التسليم، خاصه وانه يشهد ان هناك جديه وان هناك ايضا تقدم كبير وان مساله راسخ الآن صارت من صنعاء، وبالتالي يشعر أن هناك فعلا حركة كبيرة في الميدان تسير لصالح قوى التحالف ولصالح أيضا الحكومة والمقاومة والقبائل والمشايخ، وأيضا لما جنته يداه الانقلابيين الحوثيين نتيجة ممارستهم العدوانية ضد الشعب اليمني وضد مؤسسة الدولة وضد أيضا التعسفية ضد القبائل والمشايخ. الآن جاء الوقت لرد هذه الانتهاكات الكبيرة في حق القبائل والشعب اليمني برمته، وبالتالي هناك تستثمر كل هذه النجاحات والانتصارات والإخفاقات من جانب الحوثي وصالح الآن في تحقيق مكاسب. واعتقد أن صالح الآن يدرك أن هناك مخرج فقط وهو القرار التسليم بالقرار 2216. أما دخول في أي محاورات جانبية مع صالح، صفقات جانبية مع صالح، مرفوضة تماما، لأن هناك قرار دولي ينص بالتسليم والانسحاب لمسألة الانقلاب. وبالتالي إذا أراد صالح فعلا أن ينجو بنفسه وأن يسلم بالقرار وينسحب من المحافظات ويسلم الأسلحة الثقيلة ويعترف أيضا بالشرعية مكرها ومكبرا أمام التحولات الكبيرة على الميدان، وليس منا ولا طلب يرتجى من صالح، وإنما نتيجة لوقع المعارك التي بدأت الآن تلامس صعدة وصنعاء، وأيضا نتيجة لأن هناك شرعيات وقوانين أيضا ممثلة دولية وإقليمية ومحلية، قصدي ودولية وإقليمية تمثلة في رأسها، يأتي على رأسها القرار الأممي 2216 والتي تضغط أيضا المجتمع الدولي بقوة مع الدول العربية الممثلة في دول التحالف بتنفيذ هذا، وأيضا هناك تحركات على الميدان. فبالتالي أعتقد أن المسار لن يقرب عن هذين. إذن دعنا الآن نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة هذه الحلقة من حديث المسار.